بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. لا يا كابتن انت مش صديقي على فكره، انا مش طايقك يا حبيبي والله يا كابتن. الف مليون مبروك على كايلا نمور. كايلا نمور الجزائريه جابت الذهب. تخيل اول ميداليه في اولمبياد باريس ذهب راحت لصالح الجزائر. تكبير يا اولاد، هذا من فضل ربي، انا ربنا نصرني. لا بصراحه ابن عمي حق، لا بصراحه حقك كايلا نمور بصراحه رفعت الراس. اول ذهبيه في الاولمبياد للعرب كلهم، اول ذهبيه في تاريخ افريقيا في الجمباز بجد. اه صديقي، واول ذهبيه للجزائر في الجمباز، وكمان صديقي اول ميداليه ذهب للجزائر من 2012 بجد. كايلا نمور كتب التاريخ يا ابن عمي، عيب عليك. لعيبه الجمباز قدرت ان هي تفوز بالميداليه الذهبيه. المنافسات الاولى اللي كايلا نمور لعبتها قدرت ان هي توصل للتصفيات النهائيه، للاسف الشديد خدت مركز خامس في التصفيه الاولى وما ضمنتش ميداليه، عشان النهارده تيجي وترفع الراس. ترى والله يا كايلا رفعت الراس وقدرت ان انت توصلي للذهب. صديقي انا مبسوط مش عارف ليه، رغم ان الفيديو ده ينزل والناس تشتمنا، بس مش مهم يا صديقي، اخيرا شفنا حد بيرفع دهب. الحمد لله رب العالمين. الابطال المصريين اخرهم الحمد لله جبنا برونز، وما حدش عارف هنجيب حاجه تاني ولا هنروح بالبرونزيه. تونس ربنا كرم وجابوا ميداليه فضيه. المغرب قال لك خديجه المرضي هتجيب ونزلت اتغلبت وروحت. دلوقتي ما حدش كان فاهم اي حاجه، ما فيش غير ايمان خليف هي اللي معاها ميداليه، وما حدش عارف هل هتبقى دهب ولا تبقى فضه ولا تبقى برونز، بس ان شاء الله عشمانين في الدهب يا اختها. ها اللي اه والله منافقين قاعدين تشتمونا من سنين ودلوقتي فرحان لنا. اه بصراحه مش عارف فرحان ليه، بس انا فرحان بصراحه ان كايلا نمور قدرت ان هي تفوز بالميداليه الذهبيه. مش عارف مش عارف بجد، بس الصراحه حبيبي والله يعني تقدر تقول ان العلاقات بالنسبه لي اتغيرت بعد اللقطه الحلوه اللي انت عملتها، وهي فتح الاولمبياد بالنسبه للجمهور المصري عن طريق اذاعتها عن طريق التلفزيون الجزائري. بصراحه اللقطه دي كبرتك في نظري كتير يا ابن عمي، رغم الشتايم اللي عمال تشتمها لنا من ساعه ما عرفنا بعض، بس في كل الاحوال الف مليون مبروك لكايلا، وان شاء الله باذن الله ما تكونش الميداليه الاخيره سواء للجزائر او للعرب في الاولمبياد.